بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلاب الأعزاء ودرس جديد من دروس ميجا جول 4 يونت 2 ليسن 2 الوحدة الثانية الدرس الثاني Grammar The Sporting Life الحياة الرياضية 3 Grammar قواعد Gerunds as Subjects Gerunds It means the verb plus ing جيرند معناه شباب اسم الفعل وهو عبارة عن الفعل زائد ing مضافة إليها ولكن لاحظوا يا أبنائي الأعزاء أننا عندما نضيف ing to the verb if the verb ends with e we omit the e إذا كان الفعل ينتهي بحرف e فإننا نحذف الإي قبل إضافة ing وهناك بعض الأفعال المكونة من حرف متحرك بعد حرف ساكن مثل get أو put هذه الأفعال we double the last letter نضاعف الحرف الأخير then gerunds as a subject we can use gerund as a subject يمكننا استخدام اسم الفعل كفاعل للجملة a gerund طبعا عرفنا الجيرند اللي هو عبارة عن a verb plus ing like play يلعب playing لعب read يقرأ reading قراءة study يذاكر studying مذاكرة and so on a gerund or a gerund phrase a phrase means that more than words more than word is a phrase الكلمة هي a word like play like go like playing, like going, it's just one word. But if we use another word with the gerund, then we have a phrase. A phrase, شبه جملة شباب, وهي عبارة عن أكثر من كلمة, لكنها لا تحتوي على فاعل وفعل, وهو أقل شيء لتكوين الجملة. الجملة لابد أن تحتوي على فاعل, a subject, and a verb, وفعل. إذن a gerund اللي هو اسم الفعل or a gerund phrase أو عبارة اسم الفعل اللي هي أكثر من كلمة مع الفعل ing can be the subject of a sentence يمكن أن تكون فاعل للجملة swimming uses more muscles of the body السباحة تستخدم عضلات الجسم more than أكثر من almost any other form of exercise أكثر من أي رياضة أخرى أو شكل آخر للرياضة هنا يا أبنائي swimming طبعا الفعل أساسا swim وأضفنا له ing أصبحت swimming طبعا لاحظ هنا swim كان بالأساس swim هذا الفعل ينتهي ب a vowel and the last thing is a consonant عبارة عن حرف متحرك اللي هو الآي وام حرف ساكن هنا يا أبنائي تلاحظون أننا ضعفنا الحرف الأخير ام we have double m swimming uses more muscles of the body than almost any other form of exercise watching sports هنا يا أبنائي تلاحظون أن watching sports مشاهدة الرياضة هنا we have a phrase gerund phrase اللي هي شبه جملة لاسم اسم الفعل هنا عندنا watching هذا يعتبر gerund and we have another word with the gerund it's sports watching sports isn't nearly as fun as playing them اللي هي مشاهدة الرياضة ليس مثل لعبها make a gerund or gerund phrase negative by boring not before it إذن يا أبنائي يمكننا تحويل اللي هو gerund اللي هو verb ing or gerund phrase عبارة الgerund اللي هي عبارة عن gerund زائد الكلمة يمكن changing it to negative تحويلها إلى النفي عن طريق putting not in front of the gerund or gerund phrase عن طريق وضع كلمة not أمام اسم الفعل أو شبه جملة اسم الفعل Not exercising is a sure way to gain weight Not exercising يعني ما في تدريبات رياضية طبعا طريقة مؤكدة لزيادة الوزن Not warming up ما في إحماء
before exercise قبل الرياضة can lead to injuries ربما يؤدي إلى إصابات. Note that a gerund subject takes a singular verb. لاحظوا يا أبنائي أن جملة أو اللي هو اسم الفعل أو الجيرند يعتبر مفرد، يعتبر إيه مفرد، يعني يعامل معاملة المفرد في الجملة. Getting in shape takes time and effort. طبعا الشباب takes طبعا إضافة الاس أو الاس إلى الفعل في المضارع البسيط طبعا بتحدث مع الهي والشي والات أي المفرد يعني. إذن يا أبنائي يعامل الجيرند أو الجيرند فريز تعامل كسينجلر كمفرد وليس كجمع. Superlative plus present perfect اللي هو التفضيل زائد المضارع التام. The present perfect المضارع التام can be used after a superlative يمكن أن يستخدم بعد التفضيل. This is the most exciting sporting event I've been to in a long time. هنا يا أبنائي الجملة الأولى This is the most exciting هنا عندنا هنا يا شباب هنا استخدمنا superlative اللي هو the most exciting الأكثر إثارة sporting event I've been to طبعا هنا I've been to هنا يا أبنائي present perfect مضارع تام. يبقى إذن بالأول هنا عندنا superlative الجملة الأولى والجملة الثانية عبارة عن فيها present perfect. Who is the best football player من هو أفضل لاعب كرة قدم you've ever seen شاهدته في حياتك. هنا الجملة الأولى فيها superlative the best footballer والجملة الثانية فيها you've ever seen رأيته في حياتك. The sport in life حياة رياضية 3 grammar قواعد A rewrite each sentence أعد كتابة كل جملة with a gerund باستخدام اسم فعل or a gerund phrase أو شبه عبارة فيها اسم الفعل as a subject كفاعل. It is foolish يعني عزكم الله من الغباء to ride أن تركب a motorcycle اللي هو الدباب without a helmet دون ارتداء الخوذة لأن إن شاء الله يحميك بعض الله سبحانه وتعالى إذا لا سمح الله حادث وطحت على رأسك طبعا يقيق تقيق هذه الخوذة إن شاء الله من الإصابة في الرأس. Riding a motorcycle هنا يا أبنائي riding خلي بالك هنا ride بدأنا بيها riding a motorcycle without a helmet is foolish اللي هو ركوب الدباب بدون الخوذة يعتبر غباء. It is easier to lose weight when you're physically active. يعني يقول إنه أسهل أن تخسر الوزن عندما تكون نشيط. هنا يا أبنائي نبدأ بالفعل اللي هو lose. طبعاً حولوا إلى gerund. طبعاً هنا يا أبنائي آخر إي لابد نحذف الإي. يبقى losing weight خسارة الوزن. Losing weight. ونكمل is easier when you're physically active. Like this, my dear citizens, أبنائي الأعزاء. Number two, the thing that stops many people, الشيء اللي هو أوقف الناس كثيرين from being physically active, كونهم يكونوا نشيطين جسمانيا, is not having enough time. إنهم ليسوا عندهم وقت كافي. هنا نبدأ ب اللي هي شباب نبدأ ب have enough time إن هو عنده وقت كفاية لأن هي منفية. هنا أبنائي نبدأ الجملة نقول not having enough time يعني بسبب عدم وجود وقت كفاية stops many people from being physically active. هنا أبنائي not having enough time stops many people from being physically active اللي هو عدم وجود وقت فراغ كفاية طبعا أوقف الناس عن أن يكونوا نشيطين جسمانيا. Number three my dear students رقم ثلاثة طلاب الأعزاء it gives a runner a sense of satisfaction يعطي المتسابق إحساس بالرضا to complete a marathon لإكمال الماراثون.
هنا يا أبنائي الأعزاء نبدأ بالفعل complete، يبقى completing a marathon، completing a marathon إكمال الماراثون السباق الماراثون. gives a runner a sense of satisfaction، يعطي المتسابق إحساس بالرضا. number four، it is difficult، إنه من الصعب but thrilling، لكن يعني يبعث على السعادة. to learn how to ski، أن تتعلم كيف تتزلج. إذن هنبدأ ب learn how to ski. learning how to ski is difficult، تعلم التزلج صعب but thrilling، لكنه يبعث على السعادة. learning to ski، تعلم التزلج is difficult، صعب but thrilling، لكنه مبهج. number five، the most important part of playing a sport isn't winning. The most important part of playing a sport isn't winning، اللي هو أهم شيء في الرياضة ليس الفوز. نبدأ هنا يا شباب ب winning، يبقى هنقول يا شباب هنا winning is not the most important part. Winning is not the most important part of playing a sport. Number six. It is dangerous، إنه خطير، to scuba dive، أن تغوص، without proper training، دون تدريبات كافية. هنا يا أبنائي هنبدأ ب scuba diving. scuba طبعا dive آخرها E، نحذف الE ونزود الـ ING. scuba diving without proper training، دون تدريبات كافية، is dangerous، خطير. number 7، it is not a good idea، إنها ليست فكرة جيدة، to swim after eating، أن تسبح بعد الأكل. هنا يا أبنائي نبدأ ب swim، يبقى هنقول يا شباب swimming after eating، اللي هو السباحة بعد الأكل، is not a good idea، ليست فكرة جيدة. number 8، it is gratifying to see your body become trimmer and stronger، يعني شيء جيد انك تشوف جسمك اصبح ممشوق وقوي. نبدا هنا يا ابنائي ب سي، يبقى هنقول seeing your body become trimmer and stronger is gratifying. seeing انك تشوف your body become trimmer يعني ممشوق، and stronger وقوي، is gratifying، شيء يعني يجلب السعادة أو الرضا. number 9، it is exciting to attend a live sporting event، يعني من الشيء اللي هو في حماس أو في إثارة إنك تحضر يعني مناسبة رياضية أو حدث رياضي يعني مباشر. هنا يا أبنائي هنبدأ ب attending اللي هو حضور. attending a live sporting event، حضور حدث رياضي مباشر، is exciting، يعني في حماس أو إثارة. number 10، it is disappointing، no، يعني شيء يعني مخيب الأمال، not to get a chance to play for your team، إنك لا تحصل على فرصة للعب لفريقك. هنا يا شباب نافية، يبقى هنا شباب نبدأ بget، يبقى هنقول هنا not getting a chance to play for your team is disappointing. هنا يا أبنائي not getting a chance، عدم الحصول على فرصة، to play for your team، لعب لفريقك، is disappointing، يعني مخيب للأمال. the sporting life، الحياة الرياضية. three grammar قواعد، be complete each sentence، أكمل كل جملة، with a gerund، باستخدام اسم فعل or gerund phrase، أو عبارة اللي هي الجيرند. watching a training video helps me to exercise، مشاهدة فيديو للتدريب helps me، يساعدني to exercise، يساعدني على التدريب. هنا يا ابنائي نبدأ is a good idea، فكرة جيدة. يبقى هنا يا ابنائي هنقول طبعا أول مثال getting 8 hours of sleep at night، الحصول على 8 ساعات في النوم في الليل،
is a good idea. فكرة جيدة. Number two, give me energy. يعطيني طاقة. طبعا ممكن نقوله eating الأكل أو نقوله مثلا exercising تدريب. Exercising تدريب gives me energy. Number three, takes a long time. يأخذ وقت طويل. اللي هي مثلا reading a story or reading a book. قراءة القصة أو قراءة الكتاب. Reading a book takes a long time. Number four, رقم أربعة شباب. اللي هي is one way to make friends. طريقة لأنك تعمل صداقات. طبعا ممكن joining a club. الالتحاق بنادي تأكيد تكون فيه صداقات. أو going to school. الذهاب إلى المدرسة أيضا. Number five, makes me feel good about myself. يجعلني أشعر بالسعادة عن نفسي. اللي هو doing well at school. Doing well in school. اللي هو أنك يعني تبلي أو يعني تعمل نشاط أو تنجح في المدرسة بطريقة جيدة. طبعا يخليك سعيد. وأيضا والديك إن شاء الله. Number six is easy for some people but difficult for others. سهل لبعض الناس لكنه صعب على ناس آخرين. اللي هي شباب ممكن making new friends. تكوين صداقات جديدة. يعني ليس كل واحد يقدر أنه يكون صداقات. Number seven is something I try to avoid doing. شيء أحاول أتجنب أن أفعله. اللي هي ممكن نقوله مثلا lying الكذب أو أي شيء. ممكن نقوله مثلا buying things I don't need. شراء أشياء لا أحتاجها. Buying things I don't need. Number eight is a bit boring. يعني ممل إلى حد ما. اللي هو شباب watching TV. مشاهد تلفزيون. Watching TV is a bit boring. طبعا أتمنى يكون درس إن شاء الله يعني سعيد ويعني فيه exciting إثارة وحماس وليس ملل. Number nine, تسعة شباب اللي هي بيقول طبعا is thrilling but dangerous. يعني في سعادة ولكنه خطير. اللي هو sky diving. اللي هو الغوص في السماء. Number ten is something I want to try someday. يعني أريد أن أحاوله أو أجربه يوما من الأيام. اللي هو mountain climbing. تسلق الجبال. Mountain climbing is something I want to try someday. The sport and life, الحياة الرياضية, 3 grammar قواعد. Number D, identify and تعرف the sport each piece of equipment comes from. تعرف على الرياضة اللي هي أتت منها كل قطعة قدامك في الصور. Then write, ثم اكتب a sentence, جملة about عن each sport, كل رياضة, using, مستخدما either, إما a gerund اللي هو gerund أو gerund phrase, مستخدما اسم الفعل أو عبارة اسم الفعل, as a subject كفاعل, or the superlative plus present perfect, أو استخدم التفضيل زائد المضارع التام. نبدأ مع اللي هي number one. طبعا شبابها هذه اللي هي weight lifting, اللي هي رياضة رفع الأثقال. Weight lifting. هنا weight lifting. What is the heaviest weight you have ever lifted? ما هو أثقل وزن أنت حاولت ترفعه؟ يبقى we have here weight lifting, رفع الأثقال. What is the heaviest weight you have ever lifted? ما هو أثقل وزن رفعته؟ Number two الشباب هذه اللي هي swimming, السباحة. هذه السباحة يعني القطعة هذه we use it in swimming, في السباحة. The coldest water I have ever swum in is the Pacific Ocean. اللي هي أبرد مياه سبحت فيها هي مياه المحيط الهادي. Swimming, the coldest water I have ever swum in is the Pacific Ocean. Number three شباب, رقم ثلاثة. هذه شباب running الجري. القطعة هذه مع الجري اللي هي running every day. الجري كل يوم is good for your heart. الجري كل يوم جيد لقلبك. You should run every day. يجب أن تجري كل يوم, نصيحة مني لك.
running الجري running every day is good for your heart الجري كل يوم مفيد للقلب please accept my advice طبعا شباب هذه نصيحة مرة مهمة you should run every day so as to make your heart stronger يجب أن تجري كل يوم حتى تجعل قلبك يعني قوي إن شاء الله نمبر 4 رقم 4 شباب هذه اللي هي bicycling اللي هي ركوب الدراجات هنا بنقول riding a bicycle ركوب الدراجة is the best way to get around town أفضل وسيلة لي أنك تنقل حول المدينة وكمان a sport رياضة يعني هي رياضة وتنقل bicycling riding a bicycle is the best way to get around town and also a sport وهي أيضا رياضة طبعا last piece آخر قطعة شباب اللي هي football اللي هي كرة القدم playing football with friends is a fun thing to do طبعا اللي هي لعب كرة القدم مع أصحابك طبعا شيء ممتع في ناس يجدوا متعة كبيرة جدا في لعب الكرة يبقى have here football playing football with friends is a fun thing to do إلى هنا يا أبنائي الأعزاء ينتهي درسنا لهذا اليوم أشكركم على الاستماع وأتمنى لكم التوفيق والنجاح فضلا لأمرا إذا عجبك الفيديو يا ليت تشترك في القناة وإذا عندك أي أسئلة استفسارات اكتبها في التعليقات وسوف أرد عليكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته